ما بدنا فضايح. شفت بعينك مين اللي جاي ليعمل فضايح؟ أنا ما بسمح لحدا ينزع هالسقرة ويعمل فضايح، فهماني؟ طيب ماشي. لوين؟ شو فيه؟ بتنزل شفتيها؟ لا لا لا، ما عم صدق. انت شو عم تعملي هون بلا ما تكوني واقفه مع جوزك؟ مو شايفتيها لهي المره يلي بلا احساس؟ لك حتى سيف، لك شو صاير بعقله؟ لك معقول هو بيبعت لها انفيتيشن؟ او انت صدقتيها لهالكذابه؟ ما انت اكثر وحده بتعرفي حركاتها وكذباتها. بعدين ليه سيف لا يعزمها على السهره؟ ايه قولي لي ليه يعني. ما بعرف ما بعرف، بس هي ما انشفى غليلة من كل شيء عملته، ما عم تقدر تحل عننا بقى. اجت لهون لنص بيتي وقدام العالم بدها تعمل لي فضيحه تاني. هدية خلصنا بقى، رح تجننيني انت؟ هيك عم تعملي لها اللي هي بدها اياه؟ انت صاحبة هيدا البيت، بتروحي بتوقفي حد جوزك وبتفرجيها انه انت والسيف احلى كبل. مش بس بتفرجيها لإلها، بتفرجي كل الناس اللي واقفين برا. مام أنا ماني قدراني، أنا كتير معصبة. قد ما تكون معصبة you have to be cool. ارسمي لها البسمة الحلوة على وشك وكأنه ما صاير شي، خليها هي تموت بقهرة. عم تفهمي؟ ما بعرف إلا إذا ناوية تخربي بيتك بإيدك وتخسري لجوزك. سيف وقف وحده برا وما بيصير هيك. يلا روح وقف حده. I love you. Me too. تمام. يلا. سامر هون.